أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لوط لم يقل لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويظهر والله تعالى أعلم أن دعوته تابعة لدعوة إبراهيم عليه السلام، لأنه من قوم إبراهيم، وإنما أرسله الله إلى دومة سدوم في أنهم أصحاب فعلة شنيعة لم يسبقهم فيها أحد، وهي الفاحشة بالرجال عياذا بالله، وهي اللواط. ولهذا قال الله تعالى: أتأتون الفاحشة. والفاحشة هنا إنما سمي اللواط فاحشة لأنه أمر يعظم ذنبه وفعله، فالفاحشة هي كل عمل عظم ذنبه وفعله. قال في الدلالة على أن هذه الفعلة لم يسبقهم فيها أحد، قال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لم يسبقهم فيها أحد من الأمم كأمم. وليس المقصود أنه لم يسبق أن يفعل هذه الفعلة، الله أعلم، قبلهم، وإنما كانت شائعة فيهم وكانت عادة فيهم عياذا بالله. ما هي؟ قال: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. يدل كذلك على انعكاس فطرتهم تماما. أي فطرة تتوافق مع هذه الفعلة الشنيعة؟ لا شك أن هذا دليل على انعكاس فطرتهم. وهم في الكفر كذلك بدلوا الإيمان بالكفر، ومن بدل إيمانه بالكفر فلا يستبعد عنه كل ما خالف الفطرة والعقل. أتأتون الرجال شهوة، إذن هم يأتون رجالهم شهوة من دون النساء. ولذلك لما قال لوط لهم: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، قالوا: ما لنا من شهوة فيهن، عياذا بالله، كيف انقلبت فطرهم في هذا. ثم قال: بل أنتم قوم مسرفون. في النمل قال: تجهلون. فهم مسرفون في هذه الفعلة وجاهلون حقا، مسرفون خارجون عن حدود الله عز وجل، وهذا معنى الإسراف هنا في هذه الآية، خارجون عن حدود الله تعالى وجاهلون فيما أمرهم الله عز وجل به جهالة، ليست جهالة عدم علم وحكم، وإنما جهل في عقولهم وأحوالهم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. انظروا كيف أن الشر لما عمهم والفساد في قريتهم لا يريدون أن يكون بينهم إنسان طاهر عياذا بالله. أترون يعني بلدة فيها خير بعد هذا؟ إنهم أناس يتطهرون. هذه الآية أيها الإخوة تتمثل في أولئك القوم الذين يطردون أهل الخير من بلدهم، من دعاة أو مصلحون، أو من دعاة أو مصلحين أو غير ذلك، لا يريدونهم ولا يريدون دعوتهم.
هؤلاء أو هذه الحالة تتمثل في كل من لم يقبل نصح الناصحين ودعوة الداعين والمصلحين. إذا رأيت إنسانا في بلدته أو مسؤولا في منصبه لا يحب استقبال الصالحين والدعاة والعلماء ولا يحب مجالستهم، فاعلم أنه إنسان فاسد، لأنه يضيق صدره بما يقولون وتشمئز نفسه بذكر الله تعالى، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا حال المفسدون، حال المفسدين وحال كل من كان في قلبه فساد أو إفساد. فهذه الآية أيها الإخوة تمثل حقيقة واقع نعيشه ونراه أحيانا، فأنجيناه وأهله. وتدلك هذه الآية الإخوة على نجاة المصلحين، وأنه إذا لم يكن في أهل البلد خير فإن الله عز وجل ينجي أهل الخير والصلاح ثم يهلك المفسدين. قال الله تعالى: إلا امرأته كانت من الغابرين. امرأة لوط وامرأة نوح خانتاهما بعدم الإيمان كما قال الله عز وجل. وكانت خيانة لوط ما هي؟ إخبار قومه عن أضيافه، فإذا جاءه أحد أو جلس إليه أحد أخبرت قومه بهم، فلما جاءه الملائكة أخبرتهم بهم، فجاءوا يراودون لوط فيهم، يراودون لوط في ملائكة الله عياذا بالله. انظروا إلى أي حال وصلوا من التبجح والفساد. قال الله عز وجل: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وذكر الله عز وجل في آية أخرى في عقابهم آيات، منها قول الله سبحانه وتعالى: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين. ذكر في بعض الروايات أن جبريل أخذهم بجناحه فرفعهم ثم رماهم سفولا حتى ارتموا بالأرض من رؤوسهم، ثم أصيبوا بعد ذلك بحجارة من سجين، وهم يستحقون ذلك، فإنهم لما نكسوا فطرة الله نكسوا بعقاب الله عز وجل من رؤوسهم. وهذا يؤكد أن عقوبة الإنسان من جنس عمله. ثم قال الله عز وجل في حال الأمة، أمة مدين: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. هنا فائدة إخواني نأخذها من هذه الآية ومن آيات أخرى، أن الأنبياء جاءوا لإصلاح أمرين: لإصلاح الناس مع ربهم بالعبادة، وإصلاح الناس فيما بينهم في معاملتهم مع الخلق بإقامة الحقوق وأداء الأمانات والعدل بينهم. فنوح شعيب عليه السلام قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. كانت من سيئات أصحاب شعيب وأهل مدين أنهم كان فيهم الطبقية، فكانت الطبقة العليا تأكل الطبقة السفلى فيبخسونهم في المكيال، فلا يجد الضعفاء سبيل إلا لذلك، كمثل حال اليوم ما نشاهده الآن من تصرف أصحاب الرؤوس الأموال في السوق، محاولتهم اللعب بالأسواق في الأسعار أو في الأسهم أو في غير ذلك. هو كمثل فعل قوم شعيب في لعبهم بالمكيال والميزان واستغلالهم للضعفاء.
فهذه صفة أيها الإخوة، صفة يستحق أهلها عقوبة الله عز وجل. أولئك الناس يا أخوان الذين بأيديهم التجارة، إذا وصل بهم الحال إلى أنهم يعبثون ويتلاعبون بالأسواق ويستغلون الضعفاء، فهذه والله نذير شر، نذير شر. وهذا ما رأيناه وشاهدناه في تلك البلاد التي انتقم الله تعالى من رؤسائها وأصحاب الأموال فيها المرتبطون بهم، في يوم أن طغوا وأكلوا أموال الناس بغير حق، وصاروا يتصرفون في التجارة، في سوق التجارة بما يشاءون. فمثل ذلك أو هذه المشاهد والصور هي تتمثل في مثل حال قوم مدين الذين عاقبهم الله. نعم. تأملوا أيها الإخوة، تأملوا الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن أصحاب مدين، ثم تأملوا العلاقة بينها. قال شعيب: فأوفوا الكيل والميزان، في الوزن والكيل بخس وتقليل في الميزان وهضم له. ثم قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني بخس حقوق الناس، عدم الاعتراف بها وجحدها، وهذا نتيجة لما قبله، لأنهم لما اجترأوا على عدم الوفاء بالكيل والميزان وإنقاصه، اجترأوا بعد ذلك على بخس الناس حقوقهم وإنكارها، ثم اجترأوا على أعظم من ذلك وهو الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، فعم إفسادهم. انظروا تلك التدرجات في أحوال أولئك القوم التي جرتهم إلى عقوبة الله. ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها، ماذا يشمل هذا؟ يشمل السعي لنشر الفساد بأنواعه، إما الفساد الديني بمضايقة الناس في دينهم، مظاهرهم شرعية، أو الإفساد بنشر سبل الفساد، فساد الشهوات والشبهات، ومثل ذلك ظاهر، أو الإفساد الحسي، الإفساد الحسي الذي يشمل التعدي على حقوق الناس وتلافيها. بعد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وإصلاحها هنا المقصود به إصلاحها بدعوة الله ودعوة المرسلين والخير والإيمان، وهذا مشاهد فيما نحن فيه في واقع اليوم. تجد جهد الدعاة يذهب بتلك المفسدات العظيمة في مثل القنوات وغيرها، وما يضخ في تلك القنوات من فساد عريض عظيم. وإن كنا ولله الحمد نرى مزاحمة الخير الآن للفساد والصراع القائم بين المصلحون، بين المصلحين والمفسدين، والله عز وجل كان يكتب هذه سنة الله عز وجل في المداولة، ولكن قال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، والعاقبة للمتقين. قال الله عز وجل: ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. لا شك يا أخوان الكرام أن قيام المجتمع على أسس العدل والقسط والتساوي وإقامة الحقوق وأدائها والأمانات والأصلاح، والله إنه أعظم سبب من أسباب الاستقرار والأمن، وأعظم سبب من أسباب البركة والزيادة. وهذا الذي يدعونا يا أخوان الكرام في بلدنا هذا وفي كل بلدان العالم الإسلامي، يجب أن نسعى وندعو إلى إقامة الحقوق وعدم بخس الناس أشياءهم. ولاحظ كلمة الأشياء هنا، حتى الأشياء الدقيقة التي ربما يراها بعض الناس لا شيء، هي عند الله عظيم. فقد يحرم الإنسان حق
يسير فتكون دعوته عند الله مستجابة. فلا نحتقر أيها الأخوة بخس الشيء اليسير، نقول لا ليس هذا بشيء ولا يساوي شيء. فكلمة أشياءهم تعني ما قل وما كثر، وأن نسعى للإصلاح وندرأ الفساد. إذا قمنا بذلك فهذه أسباب الأمن، أما إذا كنا ضد ذلك أو نسعى لشيء من ذلك فوالله إن هذا عاقبته وخيمة تتمثله هذه الآيات. قال الله عز وجل ولا عن شعيب ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. لاحظوا كلمة تقعدوا أين وردت في السورة؟ الشيطان. ما هي الآية؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. انظروا هؤلاء أتباعه، قال الله شعيب ولا تقعدوا بكل صراط، صراط الخير توعدون، تتوعدون بالقتل والحبس والسجن والتعذيب أو منع الرزق بسبب الديانة. أتعلمون يا إخواني كما سمعت وعلمت أن الرجل الذي أحرق نفسه في تونس الذي اسمه أبو عزيز ماذا كان حاله؟ كان تخرج من الجامعة وقدم على وظائف فلم يقبل، ثم ما كان له إلا أن يأخذ عربة يبيع فيها بعض الأشياء التي هي من أمور اللي يحتاجها الناس، ما هذه ما هي. فجاءت شرطة فأخذت عربته وقادته الشرطية إلى مكتب الشرطة فأهين وصفع. هذا معنى قول الله عز وجل توعدون تتوعدون وتترصدون للناس وتهددونهم في أرزاقهم. فإذا استغل الناس بأرزاقهم وضغط عليهم بأرزاقهم فذلك لا شك اعتداء على حق الله عز وجل وأمره، فما أجرأ وما أقرب العقوبة من مثل هذا. قال الله عز وجل وتصدون عن سبيل الله بأنواع الصد، تصدون عن سبيل الله بأنواع الصد وسبل الانحراف والبغي من آمن به، وتبغونها عوجا. ما هي الذي تبغونها عوجا؟ يعني تبغون سبيل الله ودعوة الله عوجا، يعني حتى لا تريدون بقاء الخير، تريدون أن يكون الناس على انحراف فقط. أي ضلال وإضلال أعظم من هذا؟ قال الله واذكروا إذ أنتم قليلا فكثركم. يذكرهم شعيب عليه السلام بما كانوا عليه من قبل، قبل أن يغنيهم الله بهذا الغناء العظيم الذي تدل عليه هذه الآية الآيات، أنهم كانوا قليل وكانوا في حال من الضعف. فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. من هم؟ الأمم التي سبقتهم. فكل مفسد لا شك أن عاقبته وخيمة عند الله عز وجل. قال الله وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. أنظرهم لما كذبوا وعاندوا بحكم الله عز وجل. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، هؤلاء حزب الشيطان ما زالوا على سنته، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، تهديد بالإخراج والطرد والإبعاد، أو لتعودن في ملتنا، يعني ارجعوا على ما أنتم عليه وادخلوا معنا اتركوا دينكم. قال شعيب أولو كنا كارهين،
يعني أو تدعوننا وإن كنا كارهين لذلك، لا نريد ذلك ولا نرتضي ذلك وتكرهوننا على ذلك؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. هذه الآية فيها إشكال، وهي أن قول شعيب بعد إذ نجانا الله منها، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، هل كان شعيب على ما كان عليه قومه؟ هذه الآية فيها إشكال وفيها خلاف بين المفسرين، لكن يظهر والله تعالى أعلم أن الله تعالى عصم أنبياءه من الشرك قبل النبوة، وإنما كان ذلك قول شعيب هنا إما إشارة إلى من كان من قومه، يعني تكلم بلسانهم، من كان معه كانوا على ضلالة ثم هداهم الله عز وجل، هذا الذي يظهر، وإما أن يكون من باب الامتناع، لا يمكن أن يعني العودة هنا ليس حقيقيا وإنما افتراضيا، لا يمكن أن نعود وهو في الأصل على الحق، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، يعني نحن بمشيئة الله بحيث يأمرنا، وما يأمر الله عز وجل إلا بعبادته وحده لا شريك له، لكن هذا من باب تفويض الأمر إلى الله، وأننا لا سلطان لنا، ولسنا نتخذ ونتبع ما تهواه أنفسنا وما نريده نحن، وإنما ما يريده الله تعالى لنا. وسع ربنا كل شيء علما، فهو يعلم حالكم وما أنتم عليه من ضلال، ويعلم حالنا وما نحن فيه من حق وهدى، فهو أعلم سبحانه وتعالى بذلك. على الله توكلنا، فجمعوا بين الإيمان والتوكل والاعتصام بالله عز وجل، وذلك أوثق الإيمان. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، افتح بيننا وبين قومنا بالعاقبة، إن كنا على الحق فافتح لنا بالنصر، وافتح لهم بالخذلان والهلاك. ولهذا الفتح قد يكون هلاكا، كما قال الله سبحانه وتعالى فاستفتحوا فخاب كل جبار عنيد. قال الله عز وجل وأنت خير الفاتحين، وهذا يقوله المؤمنون حينما يرون الضيم ويرون الاستكبار من أهل الباطل. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومراد المؤمنين حينما يدعون بهذا الدعاء أيها الإخوة أن يفتح الله لهم بالنصر والتمكين، وأن يكفيهم شر هؤلاء المعتدين الظالمين المكذبين، وأن يمكنهم منهم. فما أعظم هذا الدعاء أيها الإخوة، وما أعظم هذه الآية أن نتمثل بها في واقعنا. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، ربنا وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. هنا ذكر الله عز وجل استمرار أهل الكفر على ما هم عليه، وتوعدهم لمن آمن بشعيب لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، كأن هذا توعدا منهم، أو إنكم على كأنهم يقولون أنتم خاسرون لستم على حق، كما قالوا إنا لراك في ضلال مبين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هذه عقوبة الله تعالى لهم حين كذبوا وأفسدوا. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. ما أعظم عقوبة الله عز وجل للمكذبين المعاندين. فتولى عنهم شعيب بعد أن أخذهم الله وأسف بهم وأسف عليهم، قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
إنها قصة وقصص أيها الإخوة في قصص الأنبياء هذه تظهر لنا جلياً من أنكر دين الله عز وجل وشاق رسوله وعانت واتبع سبيل الشيطان أن عاقبته الخسران في الدنيا وفي الآخرة. إذن هو الصراع بين الحق والباطل، عاقبته فتح ونصر للمؤمنين وإهلاك وعقوبة وعذاب على الكافرين في الدنيا وفي الآخرة. هذه أيها الإخوة القصص الأربع التي ساقها الله عز وجل في هذه الآيات أو الخمس، كلها كما ذكرت لكم تسير في سياق الصراع بين الحق والباطل، ونماذج مما كان من ذلك الصراع الذي ابتدأ بصراع آدم وإبليس، وهو اليوم وإلى اليوم كائن بين المؤمنين والكافرين. نسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بنصر للإسلام والمسلمين وإذلال للكفر والكافرين، وأن يديم علينا في هذه البلاد وفي كل البلاد بلاد الإسلام أمنا واستقرارا وصلاحا وإصلاحا وإقامة لأمر الله عز وجل وشرعه وحكمه، وهداية واستقامة للناس جميعا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.